معكم ولاء محمد، وأهلا بكم في قناة العالم الخفي. بأحد المشافي بالمكسيك التقطت كاميرا المراقبة بها مشهدا يجمد الدم بالعروق، جعل الموظفين بتلك المشفى مصابون بالذعر. شاهدوا ما حدث. ¿Viste que pasó una sombra? Sí. فلقد مر ظلا لشخص خلف هذا الزجاج قبل أن ينكسر مباشرة. لم يحدث زلزال بالمكان ولا ألقى أحدهم حجرا عليه، ولم يتعرض لثقل مثلا، بل تحطم من تلقاء نفسه. يقول الموظفون الذين كانوا بالغرفة المجاورة وقتها أنه بتلك اللحظة لم يتواجد أحد بالمكان. لو دققت جيدا على الشخص الذي كان يمر من خلف الزجاج وقت تهشمه، أين اختفى وكأنه لم يكن؟ أم أنه بالأساس لم يكن بشريا، وكل ما حدث قد يكون بسببه؟ يبقى العلم عند الله. انتشر مقطعا غامضا على التيك توك، لا أعرف بالتحديد مصدره، ولكن لفت انتباهي هذا الحجر الغامض الذي يدعي البعض أن بداخله زئبق أحمر. الحجر يبتعد عن الذهب وكذلك الثوم. وتتوقف عقارب الساعة عند الاقتراب منه. أما أمام المرآة يبدأ بالدوران، فما تفسيركم لهذا الحجر؟ والسؤال الأهم، ما هي الغاية في صنعه؟ أتمنى أن تشاركوني بآرائكم. هذا الهجوم المرعب الذي ستشاهدونه لم أجد له تفسيراً، فتلك المرأة كانت تسير بشكل طبيعي على الطريق، حتى قامت تلك العربة بتصرف يكاد يكون صدفة مستحيلة، لأنها تسببت في حادث كاد يودي بحياة تلك السيدة. تلك العربة ثلاثية العجلات كانت في حالة سكون طوال الوقت، ولكن حينما مرت السيدة من جانبها تحركت تجاهها وكأنه تم دفعها عليها، على الرغم من عدم وجود سائق لها. فهل من الممكن أن يكون الأمر صدفة، أم أنه ربما يكون بفعل كيانات ما وراء الطبيعة؟ هذا الطريق غامض ومرعب، فكل من يمر به لابد أن يقع أو يصاب في حادث، وهذا ما تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة أحد المنازل المطلة على هذا الطريق. تعجب سكان المنطقة من ذلك المكان، فهل هو بؤرة مسكونة بالجن المؤذي؟ فهذا الأمر أظن أنه ليس مجرد صدفة. فما تفسيركم لهذا الطريق المرعب؟ كاميرا مراقبة أحد المنازل التقطت شيئاً مرعباً لا تفسير له. تظهر اللقطات كلباً يبدو عليه التوتر وكان ينبح وهو يقف في شرفة المنزل. يبدو أنه يشعر بالفعل أن شيئاً ما يحدث. شاهدوا ما حدث.
فلقد التقطت الكاميرا زوجاً من الأرجل المظلمة تسير ثم تركض بلا جسد، وها هي الكاميرا الثانية للمنزل التقطت هذا الكيان من زاوية مختلفة. أظن أن الالتقاط المتسق من زاويتين يؤكد وجود ذلك الكيان، وأن الكلب استطاع بالفعل رؤية هذا الكيان والإحساس بتواجد الجن كما حدث تماماً مع تلك القطة. يبدو أن الحيوانات بالفعل تمتلك الحاسة السادسة التي تسمح لها برؤية كيانات وتوقع أحداث لا نراها. فلقد ظهر أمام الكاميرا جرماً أسود اللون وكأنه ضباباً أسود يتحرك ذهاباً وإياباً. بعدها سقط الدلو وهرب القط مفزوعاً قبلها. فهل شاهد القط الكيان المسؤول عما حدث وتوقع أيضاً سقوط الدلو فهرب وقت سقوطه بالضبط؟ يبقى العلم عند الله. بعض السكان الذين يعيشون بأحد المجمعات السكنية يدعون أن بعض المنازل المجاورة لهم والتي تركها أصحابها لأسباب مجهولة أصبحت بالفعل مسكونة، وبدأوا بسماع أصوات مجهولة ورؤية أشياء لا يمكن تفسيرها، وهذا بالفعل ما تم التقاطه. إليكم ما صوره أحدهم. لم يكن هذا خطأً بالفيديو، بل كان جسماً ضبابياً أسود اللون تحرك وظهر من العدم ثم اتجه لداخل المنزل. فهل هذا الكيان يسكن هذا المنزل؟ يقول بعض السكان المجاورين أن ذلك الكيان كثيراً ما يشاهده، إلى أن استطاع أحدهم تصويره بالصدفة. هذا المقطع التقطته بعض الفتيات بالصدفة. لم تكن الفتيات تشتكي من أي أحداث خارقة بمنزلهم، فبينما كانت تلك الفتاتين يحاولا إخراج فأراً من الغرفة، كان هما والشخص الذي يسجل المقطع يصور الفأر ومحاولتهم لإخراجه، ولم يلاحظوا أي شيء غامض أو غريب تم التقاطه وقتها. شاهدوا ما حدث. على الرغم من صعوبة مشاهدة ما تم التقاطه من خلال عدسة الكاميرا، ولكن عند إبطاء سرعة المقطع ستتمكن من رؤية وجه غريب يحدق بهم ليشاهد ما يحدث معهم داخل الغرفة. البعض قد يعتقد أن ذلك ربما يكون شخص ينظر عليهم من خارج النافذة ولا شيء غريب، ولكن ما يدعو للرعب هو أن الغرفة تقع بالطابق الثاني، ومن المستحيل أن يقف شخص بتلك الطريقة أبداً. فيا ترى ماذا يكون ذلك الكيان؟ وما هو تفسيركم لما حدث؟ أتمنى أن تشاركوني برأيكم في التعليقات. أحد الأشخاص على التيك توك نشر مقطعاً لفت انتباه الكثيرين وأثار الكثير من التكهنات حول أسرار الحياة والموت. وتظهر اللقطات جدة بالغة من العمر 96 عاماً. كانت على سرير بأحد المشافي وتدعي أنها ترى طفلة وردية تقف بجانب سريرها. ومع الاستمرار بالمقطع يتضح أن تلك السيدة ترى أشياء لا يراها غيرها. Yeah, I thought you said Taylor.
لا أحد يعلم على وجه التحديد ماذا ترى ولا لماذا أو لمن تنظر وتتحدث، ولكنه يبدو كلقاء حقيقي. العاملين بمجال الرعاية الصحية علقوا على ما حدث بأنهم غالباً ما يشاهدون ذلك مع كبار السن، وخصوصاً من هم على حافة الموت، فهم غالباً ما يشاهدون أحباء لهم ماتوا بالفعل. وإحدى الممرضات قالت: من الطبيعي لهم أن يروا أقاربهم الموتى وحيواناتهم الأليفة التي ماتت أيضاً، وذلك يحدث حينما يقتربون من الموت. أتمنى أن تشاركوني برأيكم عن هذا المقطع. إحدى كاميرات المراقبة لمنزل بالمكسيك التقطت مقطعاً مرعباً، فبينما كانت المروحيات الخاصة بالشرطة تطارد أحد الأشخاص أو الكيانات، شاهدوا ما حدث. فلقد ظهر هذا الشخص ثم توقف، ثم سرعان ما تلاشى متحولاً لضباب واخترق الجدار المجاور. الغريب أنه بذلك الوقت كانت المروحيات تحوم بالمكان وتطارد أحد الأشخاص، فهل هذا الشخص الذي تحول هو نفس الشخص الذي كان يتم مطاردته؟ يبقى العلم عند الله. هذا المقطع الغامض حدث مع إحدى العائلات التي كانت جدتهم على وشك الموت، فكما ستشاهدون كان هذا الشاب بمنزل جدته حينما بدأت صورتها التي كانت على الحائط بالتحرك، وكأنها تتأرجح يمينا ويسارا دون سبب واضح. يقول الشاب أنه لم تتواجد أي رياح بالمكان، فالنوافذ كلها مغلقة، وجدته وقتها كانت بالمشفى، وقد قال لهم الأطباء أنها بساعتها الأخيرة. المرعب بالأمر أن جدته فعلاً توفيت بعد تحرك صورتها بساعات قليلة، فهل كانت روح جدته التي هي بغيبوبة هي من أتت لمنزلها لتنبه المتواجدين أنها أشرفت على الموت؟ هذا ما يتوقعه حفيدها، فما هو تفسيركم لما حدث؟ من لديه تفسيراً أتمنى أن يشاركني به في التعليقات. الدمى وما أدراك ما الدمى؟ لو كان لديك دمية أقترح عليك التفكير بالأمر قبل أن تقرر الاحتفاظ بها، فتلك الدمية كان يضعها أحد الأشخاص بصندوقها الشفاف بمكان مرتفع، وبذلك الوقت ظل يراقبها هل ستتحرك أم لا، وبالفعل قامت بتحريك رأسها. فهل كانت تلك الدمية مسكونة؟ بالفعل أعتقد ذلك، فالكثير من الجن يتخذ تلك الدمى كجسد يتجسد عن طريقه. وأتمنى أن تشاركوني بتجاربكم المخيفة مع الدمى. هذا الحفل الموسيقي بالمكسيك حدث به أشياء لا تفسير لها، وكل من شاهده أصابته الحيرة والقلق، فلقد ظهرت فجأة طاقة أو موجة طاقة غير مرئية جعلت المشاهدين بالحفل يسقطون أرضاً فجأة وبدون سبب، وكأنهم تلقوا ضربة قوية أسقطتهم أرضاً تباعاً. البعض فسر المشهد على أنه سقوط كسقوط الدومينو، فلربما يكون أحد الأشخاص بالمقدمة قد سقط، وبسبب الزحام انتقل سقوطه للذي خلفه والذي خلفه وهكذا. فهل هذا تفسير مقنع؟ أم لربما هناك وجود غير طبيعي بالحفل وهو ما تسبب بما حدث؟ أتمنى أن تشاركوني بآرائكم. انتشر مؤخراً مقاطع لجثث غير بشرية بثلاثة أصابع ويتخطى عمرها 1000 عام، وأعلن عنها خلال بثاً مباشراً لجلسة استماع علني بالكونغرس المكسيكي، والذي أكدوا أن تلك الكائنات تعيش على الأرض. تلك الكائنات التي لها جمجمة طويلة غير معتادة، وكذلك رقبتها التي تشبه رقبة الطيور، كما أن لديها عظام قوية وليس لها أسنان. وعند تصويرها إشعاعياً تبين أنها تحمل بيضاً وبداخله أجنة،
المرعب أن تلك الكائنات لها أذرع مصنوعة من معادن الكادميوم والأوزوميوم النادرة، وعثر على تلك المومياوات المتحجرة في محاجر الدياتوم خلال العمل داخل منجم في كوسكو البيرو. أثار كل هذا ضجة كبيرة، وتساءل البعض عن تلك الكيانات، هل هي كائنات فضائية؟ ولماذا التكتم عنها سابقا وإزاحة الستار عنها حاليا؟ بعدها ظهر مقطع آخر ليشكك بصحة المقاطع السابقة، وظهر فيها مجسم الكائن الغامض، ثم سرعان ما قام شخص بتقطيعه بالسكين ليتبين أنه ما كان سوى قطعة من الكيك. هكذا انخدع البعض، ولكن بالتدقيق والبحث تبين أن ناشر الفيديو صنع قالب كيك مشابها تماما للمومياء المتحجرة، فالتفاصيل بها اختلاف واضح من جهة الأبعاد وحجم الرقبة والرأس، وكذلك شكل الأنف وغيرها من التفاصيل. ويبدو أن صانع الفيديو كان يراهن على أن معظم الناس سينخدعون من الوهلة الأولى. بالنسبة لي أنا لا أستبعد أبدا وجود مثل تلك الكائنات معنا على الأرض، فالأرض يعيش عليها الإنس والجن، وهناك العديد من المقاطع التي تظهر كائنات وجدت ميتة مثل تلك المومياوات المتحجرة، كما أن تلك الكائنات موجودة منذ القدم، ولكن تم إخفاء أي تفاصيل عنها، بل ومحاولة التشكيك بكل من يتحدث عنها أو يذكرها حتى ولو بالأدلة. لا أدري ما السبب، ولكن منذ القدم عثر على رسومات لا تفسير لها على جدران مقابر ومعابد الفراعنة بمصر، ولم يذكر علماء الآثار شيئا عنها. كما أنه عند العثور على مومياء لا تشبه البشر بمصر قديما تم التكتم عن الأمر، بل والتشكيك به. وتلك العملة القديمة التي عثر عليها بمصر لا أعلم لأي عصر تعود، ولكن الغريب هو الصورة التي تحملها تلك العملة، فهي لكائن غير بشري، فمن يكون؟ وهل من الممكن أن تكون تلك الكائنات تجسد من الجن الذين قد استعان بهم السحرة قديما، سواء الفراعنة أو غيرهم؟ كل هذا مجرد تخمين لكيانات وجدت وعاشت على الأرض بالفعل، ولكن تفاصيلهم لا يعلمها إلا الله. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.